أنا عراقي، إذا أوصل إلى أوروبا ينطوني الإقامة أو ما راح ينطوني الإقامة؟ اليوم راح نجاوب على هاي السؤال، لأنه هذا السؤال مهم جدا، وبنفس الوقت هاي السؤال جاي يتكرر بالتعليقات على قناة اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الإنستغرام وعلى الفيسبوك وبكل مكان. قلت خلي أسوي حلقة وإن شاء الله أكو ناس تستفاد منها. قبل كل شيء أتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يشترك بالقناة، وإذا أنت مشترك لا تنسى اللايك والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعم القناة وبنفس الوقت حتى الكل يستفيد، وأي شخص عنده استفسار خليه يكتب بالتعليقات حتى نجاوب على الجميع. ثانيا او السؤال الثاني المهم اللي هي افضل دولة للتقديم اللجوء بالنسبة للعراقيين، طبعا احنا سوينا حلقة خاصة بخصوص الشيء والفيديو موجود على قناتي ممكن تشوفوها اذا تريدون. ثالثا قبل ما نبدأ بالموضوع، انا ما جاي اكسر وحسك ولا جاي اقول لك اطلع او لا تطلع ولا جاي اشجعك تطلع بطريقة غير قانونية، لانه حاليا الشتاء على الابواب، ولا جاي اقول لك اطلع عن طريق البحر. لا، اي شخص يطلع اتمنى يوصل وياخذ الاقامه، انا فقط جاي انطيك المعلومات والشرح اللي اعرفها وتفاصيل، واتمنى اللي يشوف الفيديو يستفاد منه. يعني انا اوروبا مو ملكي حتى اقول لك لا تطلع ولا تجي وماكو اقامه ويعني اسود بوجهك، لا، انا فقط انشر المعلومات وان شاء الله تستفادوا منها. خلي ندخل بالتفاصيل، الاجابه على السؤال راح يطول شويه، فلازم تشوف الفيديو للنهاية حتى تعرف الموضوع بالكامل. يمكن أنتوا تعرفون حاليا أوروبا تعتبر العراق دولة آمنة، زين حاليا الوضع بالعراق كل الأماكن الوضع تمام. راح نجاوب، شوف بسنة 2015 أو بسنة 2014 وقتها كان خلينا نقول العراق في حالة حرب، نقدر نقول تعرفون بوقت سالفة داعش وهاي سوالف، اللي كان يجي ياخذ الإقامة بسهولة، يعني ما يحتاج يكون عنده قصة وكيس وهاي سوالف. حاليا هم يعتبرون العراق دولة آمنة لأنه ماكو حرب، بس مو شرط يكون هناك حرب في بلدك حتى تاخذ الإقامة، اكو حالات أخرى. يعني أنت هسه يمكن اكو شخص راح يكتب بالتعليقات ويقول أخوي ستيفان حاليا اكو عراقيين دا يوصلون وياخذون الإقامة بسرعة أو ياخذون الإقامة بعد فترة، يعني وحاليا ماكو حرب بالعراق، لعد هاي شلون؟ أنا أتفق وياك، مو كل الدول الأوروبية، كل الدول الأوروبية بها رفض وبها إقامة. الإقامة حسب قصتك، حسب أقوالك، حسب أنت شلون تجاوب على الأسئلة مال المحقق. المحقق راح يسألك أنت ليش تركت العراق، ليش تركت بلدك. إذا عندك إثباتات وأدلة وإنه حياتك بالعراق كان بخطر وأنت مضطهد أو أنت يعني مثلا تنتمي إلى خلينا نقول حزب، أو مثلا أنت مثلا طلعت من العراق بسبب الأحزاب أو حكيت على الأحزاب أو حكيت على السياسيين وانه ماكو حرية، ومثلا انت كتبت تعليق بمكان وجاي ثاني يوم يوقفون قدام باب بيتك وحياتك بخطر وتعرضت الى خلينا نقول الخطورة بالعراق. باختصار مو شرط يكون هناك حرب بالعراق حتى من تجي تقدم على الاقامة في اوروبا تاخذ الاقامة. مثل ما قلت اكو حالات فردية، بكل الدول حاليا اكو ناس ياخذون الاقامة واكو ناس ياخذون رفض. اكو عراقيين انا شفتهم هنا في بلجيكا اخذوا اقامه بعد 7 سنوات عن طريق تسويه الاوضاع. اكو عراقيين اخذوا اقامه حتى ما كان عندهم قصه، يعني ما كان عندهم كيس قوي وما كان عندهم ادله واثباتات، اخذوا اقامه. الحظ همين الا دور اخوي الغالي، بس اذا عندك اثباتات، اذا عندك صور فيديوهات تثبت انه حياتك صدق كانت بخطر وانت مضطهد في بلدك، صدقني ممكن تاخذ الاقامه. انه مو 99% كل حالات هي رفض رفض رفض، لا. حاليا صح الإقامة شوية أصعب من قبل لأن يعتبر العراق دولة آمنة وماكو حرب بها، زين حاليا أنتوا كتبونا بالتعليقات العراق دولة آمنة؟ يعني أريد أعرف الإجابة. صح أنا مو بالعراق، بس أنا همين أعرف وتابع الأخبار وتابع الوضع. يعني مثلا أبسط شيء، شخص يكتب بالفيسبوك خلينا نقول فد شيء مو زين على السياسيين او على الاحزاب، ثاني يوم ممكن تشوف اكو سيارات واقفه قدام باب بيتك ويمكن يعني ياخذوك وحتى ما حد يعرفك وينك. هاي حالات تصير بالعراق، يعني اكو حالات مثلا خاصه مثلا الناشطين الصحفيين، هاي مثلا تصير يعني حالات خطيره ممكن تجي تاخذ الاقامه بسهوله مثلا اذا عندك اثباتات وادله انه حياتك تعرضت الى الخطر في العراق. فيا أخوي ويا أختي، كل شخص عنده قصة، كل شخص عنده خلينا نقول ملف، كل شخص عنده إثباتات وأدلة وشلون يعني حسب أقواله وشلون يجاوب المحقق. ثاني شيء يعني هسه راح أعطيكم فت إثباتات إنه مثلا
المحقق من يقول لك العراق دولة آمنة، قل له لعد أنت ليش أنتوا ليش كاتبين بالموقع مال الوزارة الخارجية إنه إحنا بسبب الوضع الأمني في العراق ما ننصحكم تطلعون سفرة إلى العراق. يعني هسه مثلا إذا تشوف موقع الوزارة الخارجية البلجيكية أو موقع الوزارة الخارجية الألمانية أو الهولندية أو حتى منظمة الأمم المتحدة راح يقول لك حاليا الوضع في بغداد وفي مناطق الوسط والجنوب الوضع مو تمام، راح يقول لك اكو مثلا مظاهرات، اكو مثلا مرات تصير خلينا نقول صراعات، مرات تصير سوالف خطيره جدا. يعني كاتبين انه هذا المنطقه احمر، والله العظيم كاتبين على المواقع الوزاره الخارجيه في هولندا وفي بلجيكا وفي المانيا انه الوضع في العراق مو زين. يعني هم ينصحون المواطنين مالتهم ان الوضع مو زين، لا تطلع او لا تسافر الى العراق. بس من يجي شخص يقدم على الاقامه يقول لك والله العراق دوله امنه، زين هاي شلون؟ شلون هاي الكلاوات؟ خلينا نقول ما دام انتم تنصحون العالم لا تسافرون الى العراق لانه دوله خلينا نقول بها خطوره والوضع الامني مو زين، ومن الشخص يجي من العراق يقول لك الوضع تمام ما نعطيك الاقامه لانه العراق دوله امنه. فمن هنا انت من يعني تسوي مقابله تقدر تسوي طبع وتقول للمحقق لعد انتوا ليش جايين تكتبون بالموقع مالتكم الرسميه بالسفاره، موقع السفاره وموقع الوزاره الخارجيه وحتى الامم المتحده وحتى المكاتب السفر، جاي تنصح الناس والمواطنين ما يروحون العراق لانه دوله خلينا نقول الوضع الامني مو زين ولازم ما نسافر الى العراق. فانت جمع معلومات، جمع يعني جيب، يعني لازم تحاول تقنع المحقق، حاول باي طريقه تحكي وياه انه الوضع بالعراق مو زين. صح حاليا اكو مناطق بالعراق، يعني مثلا على موقع الوزاره الخارجيه في هولندا يشوفون انه في اقليم كردستان العراق الوضع بها تمام، يعني اذا بالضروره سافر مو مشكله. بس المناطق الاخرى انه كاتبين إن الوضع مو زين. طبعا راح اخلي موقع الوزاره الخارجيه البلجيكيه وموقع الوزاره الخارجيه الهولنديه وحتى الالمانيه، واحاول اجيب المواقع الاخرى اخلي بصندوق الوصف اللي هم كاتبين بها انه الوضع في العراق مو تمام والوضع الامني مو زين، وتنصح المواطنين مالتهم لا تروحون الى العراق ما عدا المناطق في شمال العراق، يعني مثلا في كردستان العراق، حتى يصير عندكم مثلا يعني خلينا نقول كنوع من الدليل. يعني انت من تقدم على اللجوء في بلجيكا او هولندا والمانيا حاول تاخذ هاي خلينا نقول الاقوال وياك، وخلينا نقول لازم انت تدافع على نفسك، يعني لازم تقدر تقنع المحقق قل له ليش انتم كاتبين هالشيء، أنا همين جاي يعني من دولة إنه وضعها أبد مو تمام، وتجيب مثلاً خلينا نقول مثال، وحاول يعني أنت بكل الطرق لازم تحاول حتى إذا ما عندك إثباتات وأدلة تقدر تحكي وياهم بهاي الطريقة. ثانياً بخصوص أفضل دولة بالنسبة للعراقيين للإقامة، إحنا شرحنا بالفيديو وسويت فيديو وحتى سويته بفرنسا، أنا كرأي شخصي فرنسا أفضل دولة بالنسبة للإقامة بالنسبة للعراقيين خاصةً. ليش؟ اول شيء يمكن هسه يجي شخص يقول ماكو عمل ماكو شغل بفرنسا. تعرف فرنسا كل سنه تستقبل تقريبا 90 مليون سائح، انت احسب وانت يعني انت قيس من يمك، يعني هاي السواح اللي يجون لفرنسا كل هاي العدد وانت تقول ماكو شغل. انا عندي ناس اعرف وايد ناس بفرنسا والله العظيم، يعني مو كلام جايبه هيك من مواقع، أنا أعرف ناس في فرنسا أخذوا إقامة وهم جايين عن طريق فيزا السياحة ويشتغلون. صح أنا ما أقول لك رواتبهم قوية بالنسبة اللي خلينا نقول عايش على المساعدات مال الدولة، مثلا في بلجيكا خلينا نقول إذا 1000 يورو هناك يمكن 600 يورو، بس لا تنسى المعيشة في فرنسا أرخص من بلجيكا، وأقدر أحلفكم بأي شيء إنه أنا ما جاي معلومات من جيبي ولا يعني جاي مثلا اقول لك روح قدم فرنسا، لا، بس انتوا تعرفون هناك التامين الصحي هم من زين، يعني اكو شغلات هواي بفرنسا هم من زينه، بس ما اعرف ليش يعني دائما اكو ناس يقولون فرنسا المعيشه بيها مو زينه وماكو عمل وهاي سوالف. انت ما تعرف، انت ما رايح هناك حتى تقول انه ماكو شغل بفرنسا. فرنسا يعني دوله سياحيه وهم من فيزا السياحه الفرنسيه اسهل من بقيه الدول. اول شيء مثل ما قلت 90 مليون سائح بالسنه تستقبلها فرنسا، خاصة يعني باريس معروفة، أنتوا تعرفون الشيء، جبال ألب موجود في فرنسا، البحر كل شيء يعني موجود في فرنسا، فلذلك الفيزا السياحية الفرنسية أسهل من فيزا السياحة بلجيكا وألمانيا أو مثلا هولندا. أكو ناس يجون عن طريق فيزا السياحة ويقدمون ويأخذون إقامة. فحبيت أعطيكم هاي المعلومات وأتمنى تستفادوا منها، وإذا عندكم أي استفسار اكتبونه بالتعليقات ولا تنسون النشر،
وإن شاء الله إحنا مستمرين، القادم أفضل. تحياتي.